حدث الساعة وحديث الساعة بطولة الأمم الإفريقية، وهي مش مجرد بطولة في الملعب هتنتهي بتتويج منتخب من المشاركين باللقب وخلاص، ولكن البطولة دي ليها أهمية كبيرة جدا وليها أبعاد تانية كتير. البطولة بتوفر فرصة لتجمع عدد كبير جدا من الشباب من 24 دولة إفريقية للنقاش والحوار أكيد في موضوعات كتير غير الكورة. البطولة كمان بتساعدنا نعرف بعض عن قريب أو من قريب، ونتعرف أكتر على ثقافة الغير وعلى ثقافة بعض. البطولة كمان بتفتح باب لينا إحنا كمصريين عشان نعبر لكل شعوب القارة الإفريقية قد إيه إحنا بنحبهم وكمان بنحترمهم كمان بنقدرهم وسعداء أكيد بوجودهم، وكل الشواهد والأدلة بتدل على ده. طبعا التفاصيل الخاصة بالبطولة كلها هنعرفها مع بعض، ونعرف إزاي ممكن نقدر نستثمرها على كل المستويات مش بس في الكورة، وده هيكون محور نقاشنا النهاردة مع ضيوفي.